السلام عليكم ورحمة الله. فكيت هذا الجهاز لس تبع شعر، مكوات شعر. هون بالعادي قلنا بيجي ترياك، بس أنا بعد ما قريت رقمه لقيت إنه هذا ثايرستور وليس ترياك. والأهم من هيك إنه فكيت زينر وما إنه مكتوب عليه ولا مكتوب على البورد قديش قياسه. بهيك حالي في مشكلة. حتى هاي الاي سي ما عليها اي رقم من الشركة. بهيك حالي الزينر بقى بدنا نركبه عشوائي. فان كان 12 فولت وحطينا 12 ما في مشكلة. طيب اذا كان 5 فولت وركبنا زينر 12 فتلفنا هاي الاي سي. فالطريقة الصحيحة والبسيطة والمناسبة لانك تقيس الزينر، تربط مقاومة هذا المقياس بقوام يقيس 14 فولت، هذا السالب، وبين الموجب وسلك المقياس مقاومة 1 كيلو 2 كيلو 10 كيلو ما في أي مشكلة. بنمسك وبنحط هيك بهالطريقة وبيعطينا 5 فولت. تمام. فأنت بهالطريقة البسيطة جدا عرفت قيمة هذا الزينر. طبعا لو انه كان محروق كان مشكلة، بدنا نجيب زينر مثله او بدنا نسأل لحتى نستدل على رقم هذا الزينر لحتى ما نحرق الجهاز. بس لكن هذا الزينر كان شغال والاي سي هي المضروبة. فبهالطريقة البسيطة جدا بامكانك تحصل على قيمة الزينر، وبإمكانك بقى تصنع مقياس عندك بالورشة وتقيس في أي زينر بواجهك، لأنه المقياس هذا الآفو ما فيه ميزة قياس الزينر. وهيك ان شاء الله تستفيدوا من هالطريقة هاي بالقياس، طريقة بسيطة جدا. والسلام عليكم.